الله الله يوم طلع ما يسر الخاطر الا شوف غالي وساح الطر ناس تراحت وسفه لك يصف النبي باخر والدلالي الغلا والنور. السلام عليكم، مرحبا بكم. حقيقة صالح معكم رشيدة من مدينة حقيقة صالح. انا ولدي 21 عام هادي وانا كنعاني من مرض ديال السكر. ما خليت الدواء ديال الطبيب، ما خليت الاعشاب، كويا اللي سمعتها كنديرها حاجه ما كاينه، ما منها حتى فائده. تنهي لك على الصحه ديالي وصافي. الحمد لله ملي جا المركز هنايا سمعت على الدكتور الهاشمي ولا هنا بني ملال، مشيت خديت الجرعه الاولى الجرعه الثانيه الاولى شويه بديت كنتحسن شويه، والثانيه الحمد لله السكر ولا لقى شويه مستقر. جنبي كان غادي نعيش عليه هذا اليسر، ما تليش نقد نعيش عليه كاع صافي، تنقول غادي نتسول منه درت منه لاباس الحمد لله. وليت كنعس انا عاد شبعت نعاش بحالي بحال نعاس، ما كنت نعاني بزاف رجليا كيحرقوني حتى صباطه ما كنلبسها. وليت كنلبس اي صباطه، وليت كنتمشى مزيان، وليت كنوقف عليهم رجع عليا داك التنمال ما بقاش. والحمد لله تنشكر الدكتور الهاشمي الله يجازيه بخير والله يعاون الوليدات اللي واقفين معاه وتيسهروا على هذا الدواء الله يحفظهم. ودواء نقي، العشوب نقيين، ماشي شي حاجه خايبه ولا مره ولا شي حاجه، ما كاينش الزيت ديال الدهن ودوك الاعشاب ديال السراب تشربوا مره مع الصباح. الدواء تا هو ديال السكر ربع معلقه مع الصباح قبل الفطور والحمد لله الله يجازيه بخير الحمد لله. اش غنقول لك، راه الطب اللي قبل ما يكونوا عارفين واش عندي السكر هذوك راه بالاعداد، راه واخا شحال نعد لك راه هنا في قيب مصال في بني ملال في خريبكا، وملي عرفت السكر عندي راه نقول لك شي ربع الطب اللي متبعه معاه كل مره وفين كنمشي ويخرجوا لي داك الدواء، ولكن واخا تندير داك الدواء السكر ما تيستقرش ليا، ديما طالع لي جوج غرامات ديما ثلاثه ديما. ودابا الحمد لله اش قال لي في غرام غرام و20 غرام و30 كاين المره اللي عاد تحت الغرام ما واصلش. كيفاش تعرفتو؟ عرفتو على هذا سميتهم شي دريات بنات عمي كيجيبوا الدواء. أيه هما اللي قالوا ليا القناه هذه ما تذكريش على هذه النشاده هذه ما ديال الدكتور الهاشمي، انا ما كنحكيداش. انا كل مره كنت مريضه كان النهار اللي سمعته هو النيت كانوا كيجيبوا تيقرا مع الصباح وفي العشيه كان تيقرا القران، كنت ديما انا كنتصنت ليه وسنبكي على داك القران ديالو. وبقيت نتصنت ليه وليت لاباس وليت الحمد لله ارتاحيت على داك القران ديالو. وتنشكروا الدكتور الهاشمي الله يطول لينا عمره الله يحفظه الله يخرجوه في الجو ويدخلوه في النجا. تيقرشني بحال شي حاجه كتقرشني في الحمد ديالو تيحرقني الحمد ديالو. كانوا تيقولوا لي كاع دوك البرود عندك روماتيز تيخرجوا لي الدواء، تيخرجوا لي داك الدواء ملي تنديرو عام تيجيد عليا مرض ليا المعده مرض ليا المصران الشهية ما تتبقاش. ودابا ملي درت هاد الدواء ديالو والله وما لك الحمد كاينش الكذوب، لا ما كاينش الكذوب، هادشي حقيقه ما قالوا الحقيقه ترى حقيقه ما كاينش الكذوب لحقاش. انا جربت وانا تنصح الناس شحال من واحد تنصحو تنقول لي سير جيب الدواء توكل على الله وسير جيب الدواء، وانا راه صيفطت شحال من واحد وراه جاو عندكم الناس زعما الدواء ما نقولكش عليه دواء نقي زوين ما خايب ما والو زعما ما فيهش شي حاجه اللي شي مضره اللي غادي تخافي منها ولا شي حاجه، كل حاجه بالقياس ديالها بالعبار ديالها زعما داكشي ما نقولكش عليه الحمد لله. اللهم لك الحمد ولدي بنادم عيت وكل على الله وشار المركز. انا شحال خسر ديال الدواء، انا راه الطبيب خرج لي كاينه كنت نديرها ب 11400 عام وانا كنصرف فيها ويا عيت سطيه اللي ما سطعتنيش شي حاجه ما كاينه. تنصح الناس تنصحهم يشيروا يتوكلوا على الله ويجيبوا الدواء، راه زعما مخير ما تيضر لا في المعده لا حتى حاجه، حتى حاجه ما تبقى تحس بها الدرك وراه ما يكون على خير. وتنشكر الدكتور الهاشمي تنشكره من زعما من قلبي الخالص، وما كرهتش ما كرهتش نتلاقى به ونبوس لي دون سكره بزاف. وتنتمنى حاجه وحده في حياتي وشت الناس اللي صيفط العمره، وتنتمنى من الله تانا نكون من هذوك الناس. باكي على داك المقام باكي على داك المقام بزاف بزاف بزاف. تقبلوني مزيان
قلت لي ما بنتي راه اللي كاينه اللي كاين، قالت حكي لينا على المرض ديالك. حكيت ليهم، قالت لي فين تتسكني، قلت لها تي تنسكن في قير صالح، عطيتهم النمره ديال التليفون. قالت لي صافي خالتي، قالت لي راه حنا غادي نتصلوا بالمركز في الدار البيضاء. قالت لي ورا من هنا للجمعه ان شاء الله، قالت لي راه غادي الدواء، قالت لي غادي يكون عندك هنايا. زعما تيستقبلوا بنادم مزيان، لا عمرها دار دوك البنات، تيشدوا الخاطر، تي زعما ماشي ينهضوا فيك ولا ما يعمروا معاك سوق ولا لا لا. المهم صافي عمروا لنا الوريقات وهداك الشيء. السلام عليكم، هذه هي الجرعه اللي جاب عليها الله الشفاء من عند الدكتور الهاشمي. هذه هي الجرعه، هذا الماء ديال المحو، تنشرب كاس صغير مع الصباح. هذا الزيت ديال الدهن، تندهن به الصحه ديالي كامله اللي جاب عليه الله الشفاء. هذا تا هو زيت، تا هو ديال الروماتيز ديال البروده اللي جاب عليه الله تا هو الشفاء. كان عندي الحريق في الرجلين وفي الركابي وفي الكتاف، كتافي ما كنش كنعش بهم. وهذا هو الدواء اللي قضى ليا، درت الدواء ديال الطبيب وما دار ليا والو، هذا هو الدواء اللي استعملت وجاب عليه الله الشفاء ديال الدكتور العاشمي، الله يجازيه بخير. هذا العسل، هذا العسل فيه العشوب ديال مالين السكر، هذا تناكلو من وراء الفطور ربع ساعة، من وراء الفطور معلقة صغيرة، خاص بمالين مرض السكر. هذا هو ديال المعدة، كندير منو عاصقة مع الصباح في كاس ديال الماء، وكنغليه تنخليه حتى يبرد، تنصفيه تنشربو ديال المعدة. هذا ديال المصران، تا هو تندير معلقة تا هوايا كبيرة كاس ديال الماء، تنغلي تا هو تنخلي حتى يبرد، تنصفي تا هو تنشربو على الريق. هذا ديال السكر ربع معلقه على الريق، تنشفها على الصباح ملي كنفيق، تنصبقو هو الاول على الريق. هذا هو اللي كيشفي من مرض السكر، تيحدو ما تيخليش يبقى يطلع ولا يهبو، يصفي الدم. هذا تا هو ني تندير تا هو منه عاصق، هذا ما تنغليش عي، تنديرو في الكاس وتنخوي عليه الماء طايب وتنخليه حتى تيفتر عاد تنشربو ديال صفية الدم. هذا وهذا هو السيدي ديال القرآن، كلام الله هو كل شيء، كلام الله هو أي حاجة، هو اللي كيشفي من أي مرض. الله يخلي لنا الدكتور الهاشمي، الله يحفظه والله يطول عمره، والله يخرجه في النجا ويدخله في النجا، والله يخليه لوليداته، الله يبعد عليه الحاجة الخايبة، والله يجازيه بخير. وتنشكر العمال اللي سهروا مع هذا الدواء حتى هما وتمحنوا، تنشكرهم بزاف، الله يجازيهم بخير، لا بنات ولا ولاد، الله يحفظهم. حتى هما المساكن ما تيخسروا حتى حاجه، حاجه علاش ما طلبتيهم تيلبيوهالك، تنشكرهم بزاف، الشكر اللي ما يليش الحد. وتنشكر الدكتور الهاشمي اللي سهر على الكتب وتمحن وعطى الكثير 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 للخوت المسلمين، عطى الكثير، راه واخا ما عطيش يدير ما نخلصوش، ما غاديش نخلصو، راه الله هو اللي غادي يجازيه وغادي يخلصو، الله يجازيه بخير، والله يحفظه، والله يخليه لينا ويطول عمره. تنشكرو بزاف، تنشكرو من مدينة الفقيه بن صالح، معاكم رشيدة من مدينة الفقيه بن صالح. الله الله لا ما زلت ما يسر الخاطر الا شوف غالي وساع حضر ناس تراحت وساع